مرحبا، هل التكنولوجيا خلتنا أسعد كبشر؟ هل أنت أسعد من رجل الكهف؟ آخر إحصائية عن الاكتئاب بتقول إنه أكثر من 300 مليون شخص بيعانوا من الاكتئاب حالياً، وهاي النسبة تعتبر زيادة 20% عن ما كانت قبل 10 سنين. منظمة الصحة العالمية بتقول إنه هناك حالة انتحار كل 40 ثانية، يعني 800 ألف شخص بالسنة بيموتوا بسبب الانتحار. احتمالية وفاة شخص بسبب الانتحار اليوم بتفوق احتمالية وفاته بسبب الحرب أكثر من 3 أضعاف. بالأردن ومصر مثلاً معدل الانتحار 2.5 لكل 100 ألف نسمة. بالمتوسط معدل الانتحار بالشرق الأوسط 3.8. 15% هي نسبة ارتفاع حالات القلق والتوتر، ونسبة استخدام مضادات الاكتئاب ارتفعت 400% بين سنتين 1998 و2008. استخدام التليفون للاتصال يعتبر الاستخدام رقم 6 للتليفون بعد مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب. آخر إحصائية بتقول إنه بالمتوسط الشخص بيستخدم تليفونه 4 ساعات كاملات باليوم. إذا أنت منهم رح تكون قضيت 4.5 سنين من حياتك على التليفون و8 سنين على التلفزيون. 4.5 سنين يعني أكثر من 46 ألف ساعة بتقدر تركض فيهم 10,000 ماراثون. الفيسبوك عليه يومياً أكثر من 800 مليون مستخدم فعال، 2.7 مليار لايك و250 مليون صورة باليوم. فهل استخدام الإنترنت مضر؟ نشوف بعض أضرار استخدام الإنترنت. استخدام الإنترنت الزايد بيأثر على قدرتك بالمالتي تاسكينج أو تعدد المهام، بيأثر على قدرتك بمعرفة الأولويات. بس إحنا ليش منحب التواصل الاجتماعي؟ استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بزيد من إفراز الدوبامين. لما الناس تتفاعل معك وتعمل لك لايك وكومنت وبتحكي معك بزيد عندك إفراز الدوبامين، والدوبامين بيعطيك شعور بالسعادة. ليش بزيد إفراز الدوبامين؟ لأنه مركز المكافأة بمخك، وإفراز الدوبامين بتفعل أكثر لما أنت بتكون بتحكي عن حالك. واستخدامك للتواصل الاجتماعي حوالي 80% منه بتمحور حوالين الحديث عن نفسك، مش زي المحادثة وجها لوجه. المحادثة وجها لوجه بتكون تقريبا 40-60 أو 50-50، يعني أنت بتحكي عن حالك شوي واللي قبالك بيحكي عن حاله شوي. أما على مواقع التواصل الاجتماعي أغلبية التواصل بتكون بتمحور حواليك أنت، عن حياتك وأنت إيش بتحب تشوف وأنت إيش بتحب تحكي. يعني إحنا منحب الإنترنت لأنه إحنا نرجسيين، منحب نحكي عن حالنا. هذا الموضوع بخلي تأثير التواصل الاجتماعي على مخنا بيشبه تأثير المخدرات، حتى انه في فوبيا اسمها نوموفوبيا، يعني الخوف من عدم وجود التليفون معك. بدراسة لجامعة بن ستيت لقوا انه 49% من المراهقين عندهم انطباع سيء عن مواقع التواصل الاجتماعي، و30% عندهم انطباع جيد عنه. هل هذا بيعني انه احنا كأجيال حالية نعتبر اكثر تعاسة من الاجيال الماضية؟ التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير ايجابي كمان، مش بس تأثير سلبي. يعني احتمالية انه العلاقات اللي بلشت على الانترنت انها تنجح بارتفاع مستمر، يمكن لانه انت بتدور على الاشخاص اللي في بينك وبينهم اهتمامات مشتركة وفي اشياء مشتركة بشخصياتكم، فاحتمالية نجاح العلاقة اكثر بكثير من قبل. هاي على فرض انه الشخص هو نفس شخصيته الموجودة على الانترنت هي نفسها بالحقيقة، وهو ما عم بيظهر صورة كاذبة عن حياته. والتواصل الاجتماعي مكان جميل بتقدر تتعرف فيه على كتير ناس، وتلاقي ناس اهتماماتها من اهتماماتك وتتناقش معاهم وتتعلم منهم اشياء جديدة. بال2013 بنت فرنسية اسمها انيس بوردير شافت فيديو لممثلة امريكية على الفيسبوك، واستغربت من التشابه الكبير اللي بينها وبين الممثلة. بعد التحقيق اكتشفت انه هاي البنت اختها التوأم، وهم انفصلوا عن بعض وقت الولادة، وكل واحدة فيهم اتبنتها عيلة شكل، وكل واحدة فيهم راحت على بلد تاني بدون ما تعرف انه في عندها اخت. والاشي اللي جمعهم وخلاهم يتعرفوا على بعض هو مواقع التواصل الاجتماعي. في فيلم وثائقي عن قصتهم اذا حابين تشوفوه اسمه توينسترز. فالتواصل الاجتماعي في اشياء سلبية وفي اشياء ايجابية حسب انت كيف تستخدمه. هذا كان كل اشي اليوم، شكرا لكم على المتابعة، سلام.